ناس من رفح. اللي حصل أنا كنت بايت في إسماعيلية وجاني الصبح التليفون أن عيالي جاهم ضربة ما يعرفوه هو من فين، يعني مش عارفين أني من أي جهة، لا شوف الطيارات ولا شوف ولا حاجة، أنت فكر بيت مهدود عليهم. بس اللي حصل معنا فأنا رحت يوم رحت عليهم لقيتهم في المستشفى والله يرحمهم كلهم. شهر لي أنا 5 رامهم وأولاد ولدي وحريم زي ولدي يعني 13 كل ولدي وأولاد ولدي يوم 18/11/2014. لكن إحنا بنقول إحنا أولادنا الطيبين والميتين في مصر، في مصر الحمد لله نشكر سادة وزير السادة تبعتنا ومشي معانا وبعوضين شو بعوضين الحمد لله، يعني هو ما بتعوضش بالمرة صح؟ لكن بعوضة الحمد لله كويس، ربنا بصبر وربنا بجنبه والحمد لله، يعني ايش اقول الحمد لله شيء والحمد لله نعمل، يعني هذه حكمة ربنا والحمد لله على اللي بيعمل رب العالمين الحمد لله اليوم وكل يوم، وهم عايزين يموتوا يموتوا جنعانين احنا بيه بلي يسوي رب بقدر هذا، يعني لو لهم عايزين يموتوا لكل العالم اللي كتر فيه وما توش، بس هم عايزين يموتوا وربنا يرتب ان شاء الله من في الجنه.